دو قبل ما تشتري يعني هب هب بلدية. يو اهلا بكم في فيديو جديد ومختلف، والمره دي مختلف عشان احنا النهارده هنعمل تحدي بياعين في الشارع. ايوه الفلامينكو الطازه. في الفتره الاخيره شباب كتير بقوا يعملوا مشاريع في الشارع، والموضوع انتشر مؤخرا، فقلنا ننزل نشوف الحوار ده وهل هو بيكسب ولا لا. وعشان الشغل مش للرجاله بس جبت لكم معايا بكل بساطه انا او عشان للرجاله بس جبت لكم معايا امنيه. يلا بينا نشوف الحوار ده. يلا كان لازم يلبس هدوم الشغل الاول. اهم حاجه تلبي احتياجات العميل وتشوف المستهلك عايز ايه وتقدمه له. هيا امنيه، بيعي ايه النهارده؟ بص انا لقيت ناصر بيسس بس دي الهيرشز الناس بتحبها وبتحب تاكلها، وبرينجلز ما بقوش يستوردوه. بيبي سبورت ريزن لو في شنطه بلوراء وكدور. عايز كمان تشكبول لامك. استنى يا ابني وقف لي. طب ايه ده يا غالي؟ انا بقى بلبي احتياجات المستهلك بجد، الغلبان المطحون، وبنجيب له حاجات نوستالجيا يعني فلامينكو، الموز البلاستيكي، مارشميلو العرب، البتاع اللي ملوش اسم اللي بنجيبه من الفرن، جيلي كولا. بس ده ابو كلب شويه، بس قبل ما ابيعه اقول له ده المضروب. اهم حاجه في شغلتنا الامانه، وطبعا العسليه. يا انت بياع في المتر ايه بجد؟ انا اشتري عسليه بقول لك ايه ب 5 جنيه. الموز اتكسر يا غالي. ده ب 5 جنيه. طلع للاستغلال. تعالى بقى ايه نربط العده. اه جربت البهايم. ما تقولش كده يا عم قدام الكاميرا يا عم. يا لهوي الحمد طويل قوي. يا ابو سهل حالي يا رب. هو كده غلط؟ يعني مين هيشتري الموز يا عم؟ انا مش متفق مع زبون يجي يشتري دلوقتي. ازيك يا حبيبي عامل ايه؟ عايز تشتري ايه؟ من ده عايز كام واحدة؟ اتنين؟ الواحدة ب 5 جنيه. ضد الاستغلال حبيبي، ربنا يخليك، تسلم ايدك. بالحلال. أول زبون والله استفتح بيه. طب تعالى تعالى والله عشان أنت حبيبي، خد جيلي كولا مجانا من الاستوديوهات. جيلي كولا بتاعت زمان ما توقعش عليها. جيلي كولا رسمتي زازا. دلوقتي هنعمل تحدي مين هيبيع ويكسب فلوس اكتر. انت تمشي ازاي؟ وانا همشي كده. الفلامنكو الطازه مع الدواء يا برينجلز، واخضر واحمر يا قطيف. الفلامنكو، المارشميلو، الجيلي كولا المضروب. دلوقتي احنا قابلنا ندى، والنهارده عيد ميلادها، فبنقول لها كل سنه طيبه وقابل النير وليك هديه من الاستوديوهات مجانا. مجانا. يلا نجري على اكل عيشنا. ايه ده انت بتجري بجد؟ خلينا نشوف اكل عيشنا. واي اي قطعه ب 20 جنيه. يا لهوي. شوفي عشان ربنا عمره ما هيبارك لك، عشان النصب والاستغلال. هبب جدا. صباح الفل. الو السلام عليكم. ايه الاخبار؟ انا شايف ان هي بتاكل حاجه وانت ما بتاكل. اصبر يا لو سمحت لو سمحت، انت بتعملي ايه؟ انا رحت ما ينفعش. انا اللي جيت له الاول. انا اللي جيت اتكلي على اشتري الحاجات النوستالجيا. فلامينكو، مارشميلو، مارشميلو. اه انا ماريو. ايوه ريس. اللزوم النوستالجيا وكده بدخلك في الجو. بص البتاع اللي ملوش اسم اللي تجيبه من الفرنه. العسليه اللي بسمسم الكلاسيكيه. طب تشتريه؟ حبيبي والله. اللي تجيبه. عايزين نبيع. اللي والله يا عم ما هتكلم معاك. انا مش عارف. والله ما هتكلم معاك. هو ب 5 جنيه شوف انت بقى. 5 جنيه ماشي. ليه 5 جنيه؟ عشان ماريو. واسعارنا عاديه خالص. بكام الجليكولا؟ بكام الجليكولا؟ اللي تجيبه. سون طيب. ماشي يا باشا كتر خيرك والله يا حبيب. الحمد لله ده لعبه خالص. تعالى شوف امنيه بتعمل ايه. سلام عليكم. واقسم بالله انا مش شحات. والبتاع اللي ملوش اسم لو عرفتي اسمه تاخديه هديه. ماشي خدي واحد. ماشي اديني بقى. لا ببلاش اديني كمامات ومناديل. ماشي الله يبارك لك. بدلنا عملنا تريد. ايه اخد ده. ماشي عايز كمامه برضه. ماشي
اكي ماما سودا، انتوا بتبيعوها بكام بس عشان اعرف؟ بتباع بخمسة جنيه. بخمسة جنيه؟ حلو قوي الكلام ده. مش هينفع تخش الحفلات من غير كمامه. ماشي خد واحد فلامينكو. كام هاخده؟ بخمسة جنيه بس. ب 2 جنيه يا عم. ماشي يا عم والله ما مزعلة. دي بخمسة بجنيه يا عم. معلش عدهم بس. مش انت لما تجيب لي بان بتوريهم للراجل؟ وريني. 3 4 5. ماشي الله يبارك. بقى ايه اشتريهم انا؟ انا في ثانويه عامه وطبعا فلوس غاليه قوي. هو ده حالي وهي دي دنيتي والله. لا 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 والله ما اعرفش كده. ما اعرفش كده بجد. اول مره حد ما يعرفش كده. مومنتس ليتر. مفيش معدي الشغلانه ما عدتش عليك. هو اصلا ما يعرفكش. صديقي ما يعرفنيش. ده هو ده مش صورين سوا. اهو مش صورين سوا. انا كنت بقولك بس تعالى. انت كل مره بتقولي ما حدش يعرف اسمي. معايا كل حاجه مستني. معايا موز ستيك، معايا عسليه بسمسم، معايا فلامينكو. البتاع ده عاملين عليه عرض، لو عرفت اسمه هتاخده هديه. ده البتاع اللي بالاسم فرن ونقول له عايزين بخمسة جنيه. ما ينفعش اقول لك عشان ما تكسبش وتاخده. طب هو ده بيتاكل؟ اه بيتاكل والله. ده بيقرمش يدوب في البقدونس. لو ما عجبكش ما تشتريش والله. لا انت دايم معيش لسه بيعفر عليك. دوق دوق. بص شوف القرمش، شوف القرمش. خلاص يا باشا اتفتح. مش هدوق انا عارفه. يلا يا باشا، يلا يا باشا اللي تجيبه. اقول لك بس ما تعفرش علينا بس. مكان اكل عيش حصان. طيب بقى ايه ده؟ ايه ده؟ لا يا باشا احنا ما نقبلش الحرام. هتاخد بال10 جنيه؟ اتفضلي يا ست هاني. اتفضلي يا بيه. احنا ما نقبلش العوض. انا ببيع للناس الغلابه. اللي انت بعتي ايه من ساعه ما جيت؟ انا البضاعه خلصت. هات لي يا ابني، انا رايح اجيب بضاعه وجاي. استعنى على الشقة بالله. الموجة التانية الناس ده ب 10 جنيه. ب 10 بس. هو انت ما اسمه اقعد بس. انت ما تعرفيش ان ده لسه فني ولا ب 10 جنيه. ب 10 جنيه هشتري انا. خدي. بس بقول لك ايه، هاتي. مش عايز الطعم ده، ما حدش هيشتريه. هاخد ده. برنجز ب 20 جنيه. ب 10 عندها اهي. كان زمان الاسعار ولعت. احنا مش قلنا، احنا مش قلنا ما ينفعش تخش على الزبون وهو واقف معايا. دي انا والله جاريه والله. الثانويه العامه مدمراني، محتاجه ابيع. انت بتبيع من الصبح صدقني. السلام عليكم. والله فاكرين ايام زمان الجميله. وسمسلي سمسم بعسليه. عسليه بسمسم. الواحد ب 15. بقول لك الواحد ب 15 تمام. امسكي كده. ايه اللي تجيبيه انت وزوجك يا ست هاني؟ لا لا ده برنجز ده على جنب ده. عندنا سمسم بعسليه ب 15. ماشي ده ب 15 اه بدل 30. يلا يا باشا. طب هات. طيب هتاخد ده. ماشي يا بجد. تعالى تعالى هات بقى 10 تاني حبيبي يا معلم. فرصه سعيده. الحمد لله بعناه ب 15. ده ب 10 جنيه. عشان اكل ايه؟ ده محل اكل عيش يا ابني. بالله عليك نفسي فيه. لا لا والله العظيم بالله عليك. واحده بس. خد واحده. واحده استنى. انا بحب الله يخليك. خد يا ست هاني. هي بتحبه، هي بتحبه والله. ما اتكلمت والله ما اتكلمت. طب الحساب. طيب الحساب يا هاني. طب الحساب يا ست هاني اللي تجيبيه. ثانيه يا عم. شكرا. تسلم ايدي. الباقي باقي ايه؟ هو ب 5 جنيه. خدي كده. ما بحبهاش. خدي كده. ولا بحب. لا لا البتاع ده ب 10 جنيه. ده كرسون طيبه. يلا بينا. هات هات. ماشي ماشي. ارزقنا يا رب. هتدفع مين؟ اه ايه؟ فكر. انا اسف والله واعتذرك. انا بعد اعوضك. عايز افكر. استنى نفكر نفكر بقى. خدي يا ست الكوره. لو سمحت بعد اذنك ده اكل عيش. ما ينفعش تضحكيني. ده اقل سعر في السوق. لا لا ما ينفعش. انت دفعتي حقه. لا 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 ما ينفعش والله. ده لعيب. ربنا يبارك لك يا رب. اشوف بقى حد جعان اديهوله. او انا لو جعت. بصي حضرتك دوقي قبل ما تشتري اي حاجه. احنا ما دوق فلامينكو القديم الجميل. اتفضلي كده. اللي تدفعيه. هي بتستخدم اسلوب الشحات. تقول لك انا ثانويه عامه وعايز ادفع المصاريف وبجري مع اخواتي واخواتي بيجروا معايا. انا يا ست هاني ما انا بشحتش. انا حد الله ما بيننا وبين الحرام والشحاته. لا احنا مش هنجيبها. اللي تجيبيها يا ست هاني.
انا دلوقتي عايز اعرف ايه اللي خليك ما تشتريش اللونج. مش عارفه تقولي ايه اسمه اساسا. يعني تشتري من هنا الستات اللي بعطيها يا ستاني ما ينفعش اتفتح. معيش فكه بقى ده واحد غني كنت من عندك. طب خلاص ستاني من غير فلوس خالص. لا فكت 100 انا مش للدرجات دي. يلا الكيس الاسود. لو هيشتري مني هفك له. اللي تجيبها ست هاني. مش معايا دلوقتي. خلاص من غير فلوس يا ست هاني. بقول لك ايه دوق قبل ما تشتري، دوق قبل ما تعمل اي معامله يا باشا. انت عارف كام ايد اتحطت في الكيس ده؟ عامل عرض باكل الناس بايدي شخصيا. هتشتروا ولا منها ده؟ اخلصوا احنا ورانا اكل عيش. الفلامينكو ده ب 5 جنيه ها؟ بجنيه؟ انت عايش من ايام العصر الحجري ولا ايه؟ اتفضل. يا مي يا فلوس ايه؟ أربعة جنيه يا غالي انت كده تمام؟ انت راجل محترم خد بالك. طب بص مش هبص يا باشا، مش هبص عشان بقول لك ايه، انت ما شفتش الوش التاني. اتكل على الله حبيبي يلا عشان ده اكل عيش. بنبيع بالغالي، بنبيع بالرخيص، ربنا بيكرمنا. لكن اللي بينصب على الناس ويبيع الفلامينكو بخمسة جنيه ربنا عمره ما يكرمنا. الفلامينكو طول عمره بخمسة جنيه. ازاي الفلامينكو؟ ما تهزريش، ازيك عامله ايه؟ ما تجيبي كيس التايجر ده اكله، بحب الفلفل الحلو. بص هو بخمسة بس عشان خاطر عينيك بسبعة. بقول لك انا هاخده بثلاثة. انت بس الاول كده. هات 3 جنيه الاول. 3 جنيه الاول يا كريم. معاك جنيه؟ هات الجنيه حبيب قلبي. هاتي طيب سلم واستلم. سلم واستلم. يلا يا. لم بيقعد كام بقى ب 15؟ انت عرفت المكان بقى. باي باي. بص عاملين عرض، لو عرفت البتاع ده اسمه ايه؟ هتاخديه فور فري. البتاع اسمه بتاع. برافو عليكوا، برافو عليكوا جدا. البتاع ده اديني 5 جنيه من البتاع ده. مبروك كسبتوا معانا. بص بس للكاميرا مبروك كسبتوا معانا البتاع ده. مميز للشطار للشطار للشطار. هتشتري ايه ده؟ ماشي يا ستاني اتفضلي. 5 جنيه ماشي. بقول لك انا هاخده بثلاثه. بس الاول كده. هات 3 جنيه الاول. 3 جنيه الاول يا كريم. بعته ب 5 جنيه خسرت فيه بس مش مهم. الو سلام عليكم، ايه الاخبار؟ يلا بينا جدا، يلا بينا. يلا فين راح فين؟ هنصور. هنصور؟ جامد. عايز اقول لك حاجه. قول لي. من بورسعيد. يا لهوي والله حبايب قلبي. اشتري حاجه بقى نورني. انت عشان بقول لك ايه، عشان اهل بورسعيد تاخد اللي انت عايزه ببلاش. بتاع غزل البنات جه قطع علينا. طب ما تدوقني اللي انت بتاكليه ده، انا على لحم بطني من الصبح. بقول لك ايه، معلش الصفقه دي فاشله ما بتتباعش، فممكن اجربها عليك وتدوق تقولي ليه ما بتتباعش؟ انا لسه واخد منك 5 طعمهم. بسم الله ما شاء الله. انت خدت 5؟ انا واخد 5 والله. بطل يا عم، وانت اللي اشتريت؟ انت الخمسه الوحيدين اللي اتباعوا. طب خد يا عم. هديه؟ دي هديه مات. الخمسه عليهم واحده دي لسه عرض حالا. بدل. ايه؟ لا مش تعالى. دول اول قالوا تعمل اي معامله. خد خد. انا اللي باكل بايدي خد بالك. اللي تجيبه. لا 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 مش للدرجه دي. انت مش عايز الباقي؟ ما تهزرش. الحمد لله. انت كريم يا رب. بقول لك ايه، انت لقيت الراجل لقيت الراجل زبونه بيشتري، عايزه تستولي عليه. الراجل ده زبونه انا. الدكان كله. انت بس بتصور. انا هخش عليك اديك 200 جنيه واداري بعد اللقطه. بعد اللقطه ماشي. مش بعد اللقطه على طول يا اخويا. حبيب قلبي لازم تشتري حاجه. يا الراجل ده كريم جدا. يا ترى اللي تجيبه اللي تجيبه. لا 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 200 لا 200 400 لا 400 لا. حبيب قلبي والله حبيبي يا نجوميه. يا انت كريم يا رب. دلوقتي فانا بهديه كل الحب. حب ايه؟ تعالوا لازم تنوروني، لازم تشتروا حاجه. بص ماشي اقف بس نادي الفلامينكو الطازه. ايه الفلامينكو الطازه؟ بعد الادام بس استنى. الليمون. الهيرشيز ب 10 جنيه اخر نداء لطياره الدوحه. ايه ده؟ هيرشيز ب 10. روح يا باشا هنا؟ لا مش كله. ايه خمسه؟ يا غالي. مش كبسها بعد يا غالي انت من زبايني؟ لا لا احنا مع على شو ما تقلب بخصومه لو جت لي حكومه مش هرحم حد حمومه قصيره ارجع بالتراب ولا دلوقتي بقى ايه؟ احنا هنعد الغله واطلع الكاشير. 10 20 40 70 80 100 100 مقفولين. انا اتسرقت مش معايا غير 250 جنيه بس.
وفي النهاية حبيت أوصل لكم إن الشغل مش سهل وأكل العيش صعب، والشغل عمره ما يقلل أبدا من صاحبه، والشاطر اللي يعرف يجيب فلوس في الآخر. فلو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وكومنت وشير وسبسكرايب، وأشوفكم الفيديو الجاي. فبس كده، فهب هب هب هب.